أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا دائم الفضل على البرية، يا باسط اليدين بالعطية، يا صاحب المواهب السنية، صل على محمد. صل على محمد وآله خير الورى سجية، واغفر لنا يا ذا العلا في هذه العشية، استغفر الله لي ولكم. اللهم اغفر لشيعة أمير المؤمنين الأحياء منهم والأموات، استغفرك ربي وأسألك التوبة. اللهم اقضي حوائج المحتاجين، من أوصاني بالدعاء شافي مرضى المؤمنين. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، يا غريب، يا كربلاء، ما خاب من تمسك بكم سادتي، أمنا من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما إن شاء الله. كربلاء لا زلت كربا وبلا، ما لقي عندك آل المسلم على تربك لما صرعوا، مين دمين سال ومين دمع جرى، كم حصان الذيل يروي دمعها، يا خدها يا عند قتيل بالظما، وضيوف في فلاتين قفرتين ازدحموا فيها على ورد الردى، لم يذوقوا الماء حتى اجتمعوا بحدى السيف على ورد الردى، تكسف الشمس شموسا منهم، لا تدانيها ضياء وعلا، وتنوش الوحش من أجسادي أرجل السب، وأيمان الندى، يا رسول الله لو عاينته، يا رسول الله لو عاينته، وهم ما بين قتل وسباي لرأت عيناك
منهم منظر للحشا شجوان وللعين قذا من رميض يمنع الظل ومن عطشين يسقى أنابيب القنايا ومسوق عاثر يسعى به خلف محمول على غير وطايا يا جد قوم شوف حسين مذبوح زينب يا جد قوم شوف حسين مذبوح على الشاط وعلى التربان مطروح يا جد من الطعن ما بقى تبيره يا جدي من العطش جد من العطش قلبه تفطر يا جدي مات ما حد وقف دوني ولا نقار غامض لعيون يعالج بالشمس مخطوب يعالج بالشمس مخطوب لون ولا واحد بحلقة ما يقطع يار انا وياكم نقرأ هذا البيت يا جدي ما مات ما حد مدد ايدي ولا واحد يا جدي عدا لرجلي يعالج بالشمس ما حد قرب لي يمد الاظلال يا جدي لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم انا لله وإنا إليه. روى شيخنا الصدوق أعلى الله مقامه الشريف رواية مهمة في كتاب علل الشرائع الباب 162 العلة التي من أجلها صار يوم عاشوراء أعظم الأيام مصيبة. أكو سؤال أيها الأحبة، لماذا أصبح يوم عاشوراء أعظم الأيام مصيبة؟ هنالك يوم مات فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، علما أن رسول الله مات شهيدا، مات مقتولا، يعني هنالك اتفاق بين المسلمين أيها الأحبة على أن رسول الله مات مسموما، بالتالي رسول الله شهيد ومقتول، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا شك ولا ريب أنه سيد الكائنات بلا منازع، بالإضافة إلى يوم قتلت فيه سيدة نساء العالمين وظلامتها ظلامة كبرى، روحي فداها، قتلت واغتصبت حقوقها وماتت مقهورة وما وجدت سبيلا إلى بث آلامها وأحزانها، فماتت وآهاتها محتبسة في صدرها. يوم قتل فيه أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، يوم قتل فيه الإمام الحسن المجتبى، لكن أعظم الأيام رزية
ومصيبة وجلت وعظمت تلك الرزية في السماوات على جميع أهل الإسلام أو جميع أهل السماوات، في الأراضين كذلك على جميع أهل الأراضين أهل الإسلام. وأصبح يوم عاشوراء يوما متميزا في عزائه وفي تعامل المسلمين وتفاعل المسلمين مع رزية يوم عاشوراء. هذا الكلام سئل به المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، وأنا أريد انطلاقا من هذه الرواية، طبعا رواية طويلة لأن أقرأها على مسامعكم، كنا في الأعوام الماضية حينما يقبل قادم على مدينة البصرة، بمجرد أن تتراءى له معالم المدينة أو أطراف المدينة من خارجها يرى الأعلام والرايات خفاقة والهيئات والتكايا والمواكب عامرة، يتحسس الناظر العزاء بعينه ويستشعر عاشوراء بحقيقته من خلال ما يشاهد من مظاهر عزائية بالنسبة للمجتمع البصري. وحقيقة المجتمع البصري مجتمع لفت أنظار العالم في هذه الآونة الأخيرة في عزائه، في تجمهره، في مجالسه، في حضوره المشهود والحافل. وإن شاء الله هذه المظاهر لا زالت موجودة ولا زالت قائمة ومشهودة، ولكن نحن نطمع أيها الأحبة في أن تكون دائما في حالة ازدياد. هنالك قضية ينبغي أن تفعل هذه القضية من قبل المجتمع المؤمن والموالي، سواء كان بصريا أو غير بصري. يعني رسالة لشيعة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم في كل أصقاع العالم. من المهم أيها الأحبة أنه الإنسان أحيانا قد يكون هنالك شاغل مثلا يشغله عن الحضور في مجالس العزاء فما يستطيع أن يحضر لشاغل لظرف معين، فلا يوفق في الحضور مثلا والمساهمة والمشاركة في إحياء هذه الشعيرة، أو مثلا لا يستطيع أن يخرج في موكب عزائي مثلا أو ما شابه، لكن يستطيع أن يصنع له شعيرة ثابتة حتى لو كان نائم. أن الإنسان المؤمن على سطح داره يعلق راية حسينية، راية، فلا بد أن تعلو راية الإمام الحسين وراية عزاء الإمام الحسين على كل بيت. أنا شفت حقيقة يعني ما شاء الله يعني البيوت معظمها ترفع رايات حسيني وتعلق هذه الرايات، لكن لعل بعض البيوتات بعض الناس لم يلتفت إلى أهمية هذه القضية. ولكن أيها الأحبة ارتفاع راية عزائية حسينية لها مداليل، طبعا هذا لما نعبر عنها بأنها شعيرة لأن الناظر المراقب، انتوا تلاحظون الآن شفتوا لعله المصور الألماني اللي جاي يصور ويراق ويتحدث وعما رآه من تراث حسيني من موروث عزائي، والناس تراقبنا، تراقب المجتمع الشيعي. وينبغي أن تكون هنالك حقيقة، ينبغي أن يكون هنالك تواصل بين الإنسان المؤمن وبين قضية عاشوراء. على أقل التقادير أنه في كل بيت لابد أن ترفع راية، راية نهتم بلونها صورتها التعبيرية، الشعار الذي مثلا
تعبره تلك الراية. احنا عادة الراية ترفع اما راية سوداء اما راية حمراء او مثلا مكتوب عليها بعض التعابير، مثلا يا لثارات الحسين، مثلا يا قائمة آل محمد، يا حسين مثلا مثلا، وهكذا بعض التعابير، لا يوم كيومك يا أبا عبد الله. هذه شعارات مولانا حسينية، وتعلق هذه الرايات فوق كل بيت، ولا بأس حتى بقية المسلمين، يعني لأن سيد الشهداء هذا الحسين، هذا سيد شباب أهل الجنة، هذا يعني ليس إماما لأمة لطائفة لمذهب، وإنما سيد شباب أهل الجنة من الأولين والآخرين، سيدهم الحسن والحسين صلوات الله وسلامه عليهما. فأن ترفع راية أيها الأحبة، وأن تعلق تلك الرايات، وأن تكون هذه الرايات بإزدياد، بحيث ما المراقب يلاحظ أنه أكو شيء من التراجع يعني، أو مثلا قلة الاهتمام في هذا الموضوع. فأنا أرجو أن تكون هذه رسالة بالغة ومعبرة، وتؤخذ بعين الاهتمام، تعلق فوق كل بيت راية، نهتم بقماشها، تعليقها، مكانها، نختار لها سارية محترمة، يعني راية، أنه ترفع راية حسينية معبرة، لأنه التعبير من خلال رفع الرايات الحسينية مولانا تعبير بالغ ورسالة هادفة جدا. هذا بالنسبة إلى الموضوع الأول. موضوعنا أيها الأحبة الأساسي أنه كيف نقرأ قضية الإمام الحسين في روايات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. أحيانا الإنسان يبحث عن قضية الإمام الحسين في كتب المؤرخين، في كتب التاريخ، وأحيانا يكون التعبير أيها الأحبة عن حادثة متعلقة بعاشوراء فيقال بأنها رواية. الرواية تارة تكون رواية مؤرخين، ومرة لا تكون رواية معصومية واردة عن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هنالك كم هائل من الروايات عن المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم يتحدثون عن واقعة عاشوراء، علما أن الإمام زين العابدين روحي له الفداء عاصر كربلاء. ايش تتوقعون إمام زين العابدين ما كان يتحدث عن كربلاء وتفاصيل تلك الحادثة؟ ما كان يحدث أصحابه شيعته مثلا؟ الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه كان أيضا حاضرا في كربلاء. العلويات مولانا حوراء زينب كانت موجودة في كربلاء، سيدة سكينة، سيدة فاطمة بنت الحسين، وبقية العلويات والفاطميات اللواتي كنا شهدنا واقعة الطف، فلا شك ولا ريب أن هؤلاء كلهم مصادر لنقل الحادثة وتفاصيلها. زين، بالإضافة إلى ذلك الخصوم الأعداء اللي كانوا موجودين في الحادثة، لا شك ولا ريب أنه كانت هنالك أعداد غفيرة، قتل من قتل منهم، لكن بقي منهم أعداد كثيرة جدا، لأنه كانت عشرات الآلاف موجودة في جهة عمر ابن سعد الجيش الأموي. هؤلاء أيضا أيها الأحبة لا شك ولا ريب أنهم يتحدثون، فبالتالي هنالك مصادر كثيرة للحديث عن واقعة الطف ونقل تفاصيلها، بمعنى أن الإمام الحسين لما قتل وقتل أهل بيته لا يعني أنه لا توجد هنالك مصادر من الموالين ومن الخصوم. زين، بالنسبة إلى مصادر
قضية عاشوراء. المصادر الشيعية، شوفوا أيها الأحبة، بالنسبة إلى أتباع مدرسة أهل البيت كانت تحيطهم ظروف قاسية جدا، ظروف سياسية صعبة، يعني الدولة الأموية دولة كانت تنصب العداء للشيعة وأئمة الشيعة، وهذا حال الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم، بين قتيل بين سجين بين كذا في عصر الأمويين. العباسيين إجوا كذلك، العباسيون أيها الأحبة اشتد عداؤهم حتى قال شاعر العلويين: يا ليت ظلم بني مروان دام لنا وليت عدل بني العباس، مو تالله ما فعلت أمية شي معشار ما فعلت بنو العباس، معشار ما فعلت بني العباس، ازدادوا على الأمويين بالنسبة إلى ظلمهم للعلويين وأتباعهم. بالإضافة إلى أنه بعد شهادة النبي صلى الله عليه وآله صدر قرار رسمي من الحكومة، يعني من أيام أبي بكر وأيام عمر وأيام عثمان بن عفان، منعوا أي أشكال التدوين، أي كتابة ماكو، لا تاريخ لا حديث لا تفسير قرآن، كل ممنوع. واللي كان يكتب حتى الحديث عن رسول الله، كان اللي ينقل حديث عن رسول الله يحبس يسجن في عصر الخلفاء، يحبس وتعتبر جريمة. ليش شنو جريمته؟ لأنه يحدث عن رسول الله. زين، بذريعة ماذا؟ بذريعة الحفاظ على القرآن الكريم من التحريف. زين، بالتالي أيها الأحبة، أيام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه إن برأ أحد التابعين، أحد التابعين، تعرفون أنتوا الجيل اللي يأتي من بعد الصحابة اللي ما شافوا النبي لكن عاشوا في عصر الصحابة يسمونهم شنو؟ التابعين. زين، فإجا واحد من التابعين من أصحاب أمير المؤمنين اسمه سليم أو سليم ابن قيس الهلالي، هذا عنده حس تاريخي وعنده يعني عنده طاقة تأليفية، فأراد أن يكرس طاقته، كتب، كتب كتاب، الكتاب هماتين سمي باسمي، بس جمع معلومات هسه من دون عنوان، فسمي الكتاب باسمه كتاب سليم ابن قيس الهلالي. إذا سامعين أكو أبيات تقرأ في شهادة السيدة الزهراء: قال سليم قلت يا سلمان هل دخل ولم يكن استئذان. هذا هو سليم، هذا تابعي، هذا عاش في عصر سلمان وأبي ذر وبقية الصحابة فيسمى تابعي ومن أصحاب أمير المؤمنين، وشهد ظلامات أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه بعض الظلامات أو سمع ممن شهدها، مثلا يسأل سلمان عن ظلامة السيدة الزهراء، هو ماتين مستغرب، يعني يقول له: يا سلمان فعلا دخلوا إلى بيت فاطمة الزهراء؟ فعلا ضربت السيدة الزهراء؟ وهكذا إجا واحد من علماء وشعراء وأدباء جبل عامل، أخذ المحادثة بين سليم وسلمان سواها أرجوزة شعرية. قال سليم قلت يا سلمان، هذا الأراجيز والأشعار. مولانا كتب الكتاب، الكتاب هماتين واردة فيه روايات كثيرة عن أهل البيت، أكو رواية أيضا منسوبة للإمام الصادق عليه السلام أنه يحث الشيعة أن يكون في كل بيت كتاب سليم، لأن فيه أسرار تاريخية وفيه ظلامة أهل البيت، فيه قضايا جدا دقيقة. بلي سليم طبعا لما كتب الكتاب سرا، زين سرا، تعرف انت ذول عندهم عيون، اكو جواسيس، فما يتركون الامر، يعني يراقبون، خاف واحد يدون، خاف واحد يكتب، يعرفون هاي القضايا، يعني ذول هم ظلمة بس يديرون دفة الحكم بالنسبة للامور السياسية، وحكمهم يديرونه بكفاءة، يعني مو اغبياء، فيراقبون الوضع لعله واحد يكتب او كذا، وصل الخبر انه سليم كاتب كتاب ودون بعض القضايا،
فصدر حكم الإعدام غيابيا على سليم. هيك تصور يعني الواقع، صدر حكم الإعدام غيابيا. شلون احنا لعله الشباب الولادات اللي استوهم كبروا يعني أبناء الألفينات ما يدرون شنو لما تسولف لهم عن نظام السابق، وإحنا هماتين ما ينبغي نحملهم مآسينا. تعال أنت أبرأ من النظام السابق ليش؟ لأن أنا عشت في عصره ظلامه، وش العلاقة بيك يعني أنت؟ هذا ابن الألفينات يريد من عندك الآن تقدم الحياة، قدم العطاء جديد، ولا تعالوا إحنا أحسن من الماضي؟ شو العلاقة بالماضي؟ لا تحكم عليه تعال إلا تفرض عليه إحنا أفضل، وإذا ما تقبل فأنت ابن بعثية. ما هذا الأسلوب رخيص يعني؟ هذا أسلوب مبتذل، هذا أسلوب ما الناس يعني حقيقة بعيدين كل البعد عن القيم. على كل حال هذا جيل مولانا ما شايف الواقع، أنت ليش تريد يروح يعيش وياك بالزنزانات؟ ما يعرف ذاك الواقع. المهم لحد الآن أنا ما أقدر أفهمهم الآن وأفرض عليهم تعال تصور وياي أيام الزنزانات وشلون آباءكم أجدادكم يحطونهم بالمثرمة ويثرمونهم يعني. هسه احنا عشنا هاي الآلام وعشنا الآهات وشفنا آباءنا وكذا، بس الأجيال اللي قبلنا من يقدر نحملهم تعالوا تصوروا ويانا وعيشوا مأساتنا وكذا وقارنوا بيننا وبين الماضي وإحنا أحسن من الماضي؟ هسه هذا الكلام شو معناته؟ المهم مو محل هذا، هسه أنا ما أرد أتناول هاي القضايا. على كل حال بس شفنا الواقع يعني، شفنا انه الانسان مولانا اللي يتناول كتاب او يقرأ كتاب وكذا، انا اعرف بعض الحاضرين وكذا ومعاناتهم في عندهم نهمة ثقافية ويقرأ كتاب وكذا بخوف، اكو ارهاب كان موجود، يتابع الحس الثقافي والمطالعة او قراءة الكتب وكذا، جريمة جريمة مطالعة الكتاب الديني. المهم فصدر حكم الإعدام على سليم غيابيا، انهزم سليم، ترك الكتاب أمانة عند أحد المقربين إلى، هو يثق به، هو يعتقد بوثاقته يعني أفضل واحد شافه يحفظ الأمانة، فاستأمنه على كتابه سرا وانهزم، اختفى سليم إلى أن مات يعني، مات ما حد يدري به. وليش عند بعض العلماء احنا يقول الطريق الى كتاب سليم طريق ضعيف؟ هسه تقول له مضمون الكتاب صحيح، مضمون الكتاب يقول لك صحيح، ليش؟ لان مضمون ما في الكتاب من روايات ما ورد فقط في كتاب سليم، وارد في مصادر اخرى وفي روايات اخرى، فمضمون الكتاب صحيح لكن الطريق الى كتاب سليم طريق اللي يعني انتقل الكتاب من خلاله نعم طريق ضعيف. اكو فرق بين ضعف الرواية وبين صحة الرواية وعدم صحتها. يعني لما تقول الرواية ضعيفة احبائي خصوصا شبابنا، مسائل يعني هاي المسائل لابد ان يلتفتوا اليها. انت تسمع هاي رواية ضعيفة، عالم من العلماء يقول لك هاي رواية ضعيفة، مو ضعيفة يعني من حقك ان تقول هاي خطأ وكذا وتحطها جوا رجلك وتقول هاي كذب مكذب، لا ضعيفة مو معناتها كذب، الضعيفة يعني لم يثبت لدينا دليل على حجيتها. لكن قل لي ايها الفقيه بينك ما بين الله رواية صدرت من المعصوم ام لم تصدر؟ يقول لك ما عندي دليل على صدورها، لكن الله اعلم قد تكون صادرة من المعصوم. يعني اكو ذوق بالتعامل، اكو اختصاص بالتعامل لازم. لذلك مو من حقي انا الما متخصص بعلم الرواية اجي اتعامل مع التراث الروائي، فلا بد ان يتعامل معه المتخصص مولانا، والمتخصص المأمون والمتخصص المسموم والمحموم والمريض والمعتوه والمخبل والمسودن والممسوس بالجن والشياطين وشياطين الانس والجن، واللي لعب بدماغ الاموال والكذا والعظمة وريد ما أدري وين يوصل. لا هذا يكون واحد تقي صالح يخاف من الله يعني يخالف أهواءه، وذولا هماتين قلة يعني. المهم شو التفتوا الكلام اللي أقوله يعني مولانا، احنا ما عندنا تأريخ، قلت لك هذا كتاب سليم هيك فبهالطريقة هذه، وبالتالي وصل إلى أن تسأل عالم تقول له كتاب سليم صحيح، الطريق إلى سليم صحيح بالنسبة لك، يقول لك لا ضعيف.
لكن ضعيف لا يعني أن محتوى ومضمون الكتاب باطل مو صحيح. لا، جملة من أكابر علمائنا أولا قالوا كتاب سليم معتمد، بنفسي معتمد. ثانيا إذا لم يكن الكتاب أو الطريق إلى توثيق كتاب سليم، إذا لم يكن الطريق قويا ومعتمدا لكن مضمون الكتاب صحيح، ليش؟ لأن وارد عندنا في مصادر أخرى ما يثبت صحة مضمون الكتاب. صارت الفكرة واضحة؟ المهم ما عندنا تاريخ، منو يقدر يكتب لنا تاريخ يعني من علمائنا؟ ما حد يقدر يكتب تاريخ. فلذلك التاريخ بالنسبة للعلماء الشيعة كان محرم عليهم، ما يكتبون. فلهذا إذا أريد يكتب مولانا، تدري أنت علماء الشيعة أريد يكتب تاريخ، لازم يتناول الأحداث في عصر النبي صلى الله عليه وآله. زين إذا في عصر الأمويين لازم ينزل بني أمية إلى، تدرون وين يعني موقعهم، شجرة خبيثة ملعونة، يسمحون الأمويين بهذا والحكم إلهم. زين إذا يردون يكتبون في زمن بن العباس، تعرف بن العباس وواقعهم يعني، يعني لازم ينقلوا لك تاريخ العباس جدهم عم النبي رضي الله عنه، شلون جابوا مكتوف وأسير وأسر النبي بمعركة أسير العباس. زين المهم جابوا المشركين وياهم والمسلمين أسروا، وبات العباس موثوق، والنبي صلى الله عليه وآله قال لهم آذاني حال عمي العباس، وجابوه يا المشركين يعني خرج مع المشركين وأسر من قبل المسلمين، وأحداث أخرى يعني الآن لسنا في صدد سردها. فإذا أردون يتحدثون أيضا عن بني العباس وعن واقعهم وكذا، واقع هماتين يعني العباسيين ما يقبلون به. زين لابد أن يتحدث المؤرخ العالم عن علي بن أبي طالب، عن فضائل أهل البيت، قال رسول الله في علي، قال في فاطمة، ما مقبول يعني، ما مقبول. بغض النظر عن ما أدري العباس يعني كان موجود ما موجود، بس اللي نقلوه المسلمين في رواياتهم أنا أنقله، قابل للنقاش هاي رواية ما قابل ما أدري، مو محلها الآن. لكن لما النبي صلى الله عليه وآله سد أبواب المسلمين في حادثة سد الأبواب مال المسجد، مو كان النبي لما اجى ترك له باب على المسجد وباب للشارع منك يعني، باب وباب يدخل على المسجد، المسلمين شافوا هماتين اجوا وجاوروا النبي، داروا مدار المسجد، كل واحد طلع على باب وين؟ على المسجد مثل النبي. زين فيطبون للمسجد، يطلعون للمسجد هيك، يدخلون يطلع من بيته يدخل المسجد. نزل الوحي قال يا رسول الله ذول المسلمين سد أبوابهم، قل لهم ممنوع تفتحون أبواب، شايفينها؟ وسد الأبواب إلا أي وحي نزل جبرائيل قال سد أبوابهم، سد الأبواب النبي. زعلوا المسلمين، ليش؟ قال لبس بابك وباب علي والبقية كلها تنسد. زين هاي منو يقبلها؟ أموي، عباسي، عثمان، منو يقبلها؟ بقي باب النبي وباب علي بن أبي طالب وبقية الأبواب كلها ردمت سدت. مشكلة، زعلوا الصحابة، وين يروحون؟ اجوا للعباس عم النبي، قالوا له أنت عمه وعلي بن أبي طالب ابن عمه، بس لأن زوج بنته خلى له باب وسد بابك. استثاروا حمية العباس، العباس زعل على النبي، زعل على رسول الله. انا انقل روايات المسلمين اللي نقلوها يعني العامة نقلتها، مو رواياتنا ذني. هسه تقول لي العباس وين موجود ما موجود ما ادري كذا، ما ادري. المهم هذا الروايات اللي وردت عن طريق الابناء العامة، بحيث تصوروا يعني عتب العباس على النبي وطريقة يعني عتابة للنبي وجرحت مشاعر النبي، حتى غضب رسول الله وصعد المنبر قالهم يا جماعة شجاكم شنو الشيطان يلعب بيكم، تعبيري هذا، قال والله ما أنا سددت أبوابكم وفتحت باب علي، الله أوحى إلي بذلك أن أسد أبوابكم وأترك باب علي،
الله قال لي الوحي انا يا مالتي. زين هذا عدش قضايا المؤرخ من يذكرها ترضي بني العباس؟ ما يقدر مولانا يكتب العالم الشيعي. ولذلك اعرض علماؤنا عن كتابة التاريخ، راحوا للفقه، الفقه ما يصطدم بالثوابت السياسية مال الحكام والدول، راحوا للروايات، راحوا للكذا وهكذا. يعني بعدين لما ارتفع المنع وماتين بالقرون المتأخرة يعني بالسنوات الأخيرة يعني المهم ما كتبوا تاريخ. ولذلك احنا النقولات الموجودة الآن مأخوذة مصدرها من لو من الطبري وأمثال الطبري. يعني عندنا الشيخ المفيد رحمة الله تعالى المفيد زين وجه الطائفة الشيعية، بحيث يعني الخصوم لما مات ابن المعلم يسمونه الشيخ المفيد، لما مات في بغداد أقيمت احتفالات فرحا وسرورا بموته. رجل يعني عامل ورجل كان مجاهد وكان يعني صد الشبهات وعنده رسائل عديدة، مئات الرسائل في الرد على الخصوم ورد الشبهات، وكان يعني جندل، كان جبل في مواجهة الأعداء وشبهاتهم وكذا، بحيث يعني كان يغيظ الخصوم. لما مات فرح الأعداء بموته، فرحوا وأقاموا مهرجانات واحتفالات لموت الشيخ المفيد. بس الشيخ المفيد قضية تاريخية الآن ينقلها من الطبري مولانا في الأعم الأغلب. معظم قضايا عاشوراء اللي نقلها، انت تدري اليوم واحد يجي يقول أقدم تاريخ اليوم للقضية الحسينية وين موجودة؟ مثلا في تاريخ الطبري أقدم نص الآن معاصر عن واقعة كربلاء وين موجود؟ تاريخ الطبري، عدل ولا؟ الطبري اللي متوفي سنة 310. الطبري مولود بعد واقعة كربلاء بمئتين سنة تقريبا، يعني 200 سنة ولد الطبري. زين قرنين بين الطبري وبين واقعة كربلاء. زين ما هو مصدر الطبري الى واقعة الطف؟ شوف مع الواقع المرير اللي عاشه الشيعة وعدم توجه الشيعة لكتابة التاريخ وإهمالهم المقصود طبعا للظروف القاسية والصعبة اللي أملت عليهم أن ما يكتبون تاريخ الشيعة، كل هذه الظروف جعلتهم يهملون كل مجالات التاريخ إلا قضية كربلاء ما أهملوها تاريخيا، دونوها. ولهذا حتى الطبري لما كتب فمصدر الطبري إلى كربلاء مصدر شيعي لو سني، شيعي. ليش شيعي؟ لأن الطبري مولانا نقل عن مقتل أبي مخنف، مقتل أبي مخنف، وأبو مخنف ولد في عصر الإمام الصادق وعاصر الإمام الصادق 38 سنة، ولادته تقريبا أبو مخنف ولادته 110. لوط ابن يحيى اسمه، أبو مخنف يسمونه، الكنية مالته أبو مخنف، اسمه لوط ابن يحيى، ولادته سنة 110 هجرية، وبعدين هو عاش يمكن إلى سنة 175 يعني بعدين. فمولانا ولد أبو مخنف ولد في عصر الإمام الصادق وعاصر الإمام الصادق، وهو من اليعقوبي صاحب تاريخ اليعقوبي عده من الفقهاء في عصر المهدي العباسي، عالم وفقيه. وبالتالي أبو مخنف من المتخصصين، يقسمون المؤرخين إلى اختصاصات. أبو مخنف اختصاصه في تاريخ العراق، لذلك الطبري في معركة صفين يعتمد على أبي مخنف كمصدر أساسي، في معركة الجمل في قضية كربلاء يعتمدون على أبي مخنف لأنه مختص بتاريخ العراق وما يتعلق بالعراق. فلذلك
كان مصدر أبو مخنف مولانا من أصحاب الإمام الصادق ومن أصحاب الإمام موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليهما، وقد وثقه علماؤنا وقالوا بأنه من الموثوقين. أبو مخنف كتب كتاب اسمه مقتل الإمام الحسين، عاش في عصر الصادق وفي عصر الكاظم، وعاصر أبو مخنف عاصر ناس المعمرين من واقعة كربلاء، عاصرهم يعني اللي عمره مثلا 20 سنة، اللي عمره 20 سنة وحضر كربلاء ممكن أن يكون أبو مخنف عاصره. زين، عاصر، فإذا كان قريبا إلى واقعة الطف وإلى التاريخ المحيط بها وإلى الناس المحيطين والذين كانوا يتداولون واقعة كربلاء. ما كتبت، لكن كانت شنو؟ كان يتحدث عنها الناس، قريب عهد بها، فالناس كانوا يتحدثون عن واقعة الطف ويتناقلون أخبارها. للمعلومة أيها الأحبة، مو فقط أبو مخنف من مدرسة أهل البيت انبرى إلى كتابة تاريخ عاشوراء، لا، بعض أصحاب الإمام الباقر، بعض أصحاب الإمام الباقر انبرى إلى كتابة مقتل الإمام الحسين، مثل عمار الدهان واحد من الفقهاء والعلماء في مدرسة الإمام الباقر، عنده كتاب اسمه مقتل الإمام الحسين. بس سبحان الله، ما تعرف الظروف السياسية اللي كانت تتتبع هذه الآثار بحيث لم يبقى منها شيء، ما بقي منها شيء. كل الكتب التي كتبت عن واقعة كربلاء وين مصدرها؟ ضياع، ضاعت، لم يبقى نص من ذلك التراث إلا ما نقله الطبري من مقتل أبي مخنف. هسه أكو مقتل عندنا متداول يسمونه مقتل أبي مخنف، هذا مو صحيح، هذا مو هو الحقيقي، هذا كتب بالعصور المتأخرة مولانا. المقتل الحقيقي اللي كتب ذاك الرجل لوط ابن يحيى ضاع في العصور تقريبا يعني بالقرن السادس القرن السابع الهجري، لم يبقى له أثر، ضاع. يقال قال أيها الأحبة، هل أن الطبري كان مؤتمنا ودقيقا في نقله أم يمكن أن يتلاعب في بعض النصوص؟ هنا مشكلة. اليوم شوف القضية التاريخية، أضرب مثال، يعني اليوم أنت، احنا الان بيننا وبين ثورة 20 ايش كم سنة؟ تقريبا يعني مو 103 سنوات ثورة 20. زين، قرن يعني. زين، لعله ذاك اليوم اقرأ عن معمرة كانت عايشة احداث ثورة 20، يعني معمرة اسرائيلية يمكن كذا تتحدث شلون يعني، المهم الأحداث اللي كانت تجري في عصرها. زين، يعني موجودين لعله معاصرين معمرين عاصروا ثورة 20 أو عاصروا الناس اللي قاتلوا في ثورة 20. اليوم احنا لما نريد نتناول ثورة 20 نرجع لابد للتاريخ اللي كتبه، احنا ما شاهدنا. زين، نأخذ من مصادر تاريخية مولانا المؤرخين اللي كتبوا عن ثورة 20 أشكال، شلون يعني واحد كاتب للتاريخ ثورة 20 وهو موال للثوار، هذا يجي للصغيرة يكبرها، يجي للموقف حتى لو بي شوية قبائح كذا حاول شنو يرتش يحسن يجمل يطلع في صورة حلوة، مو يعني موال للثوار، يعني يحاول يعني أن يضيع بعض القضايا يلحمها كذا فلان يظهرها بمظهر حسن لائق حتى يعكس صورة جميلة عن الثورة لأنه موال لها. يجي واحد لا بالعكس ضد الثورة ضد الثوار، يجيب الموقف الحسن، شو صورة لك؟ يقبحها، حاول أن ينقله بطريقة يخليك أنت تشمئز من عنده تنفر من عنده.
ليش؟ لأن هذا يريد يقبح صورة الثوار لأن يوالي مثلا الطرف الآخر مثلا يعني. زين وين تلقى لك الآن؟ أنت لابد أن تبحث عن مصدر أمين موثوق 100%، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ينقل المادة الخام. وين تلقيه؟ إجا أبو مخنف. المشكلة ليست بأبي مخنف أيها الأحبة، وإنما في الطبري اللي كتب. هذا مأمون غير مأمون، وتدري أنت الطبري وأمثال الطبري اللي كتبوا والإملاءات اللي عليهم والظروف السياسية والكذا، هم ماتين أكو يعني أكو خوف أكو رعب يعني، هم جاي يكتبون في عصر الدولة العباسية أيضا. ولكن الشيعة أيها الأحبة بالتالي أهملوا جوانب التاريخ كلها، لكن واقعة الطف شنو؟ لازم تلتفتون إلى هذه النقطة، لم يهملوا واقعة كربلاء، وكان للأئمة المعصومين دور في ترويج ثقافة عاشوراء واقعة الطف. احنا هذا اليوم اليوم 11، ثاني يوم بعد الفاجعة الأليمة التي ألمت بسيد الشهداء وأهل بيته، قتل الرجال، أبيدوا. الإمام زين العابدين بقي بعناية الله ورعاية عمته الحوراء زينب. الأعداء لما انتهوا من قتل المولى أبي عبد الله الحسين واطمأنوا أنه لا محام ولا ذاب عن الخيام، حينئذ هجموا على معسكر أبي عبد الله الحسين وقد حملوا أطناب القصب والنار وهم يتصارخون احرقوا بيوت الظالمين، فكانوا يسلبون وينهبون ما في الخيام ثم يضرمونها نارا. المهم مأساة كانت ما توصف. بنات رسول الله صلى الله عليه وآله أيها الأحب، بنات الرسالة والجلالة، أكو فد حادثة التفتوا لها شباب، يعني أكو قضايا تقرأ يعني بالخفاء، اللبيب الحاذق يدرك المعنى. شوفوا أيها الأحبة، الرواية تقول بنات رسول الله يدخلن بخيمة، يجون شنو؟ يشعلون النار بها، فيطلعن من هاي الخيمة ويرحن ويأتوا للأخرى إلى أن بقيت خيمة واحدة، وزين العابدين في خيمة. قبل لا يحرقوها أم المصائب دخلت على زين العابدين سألته، ما تصرفت هاي حجة زينب حجة ترى، بس ما تتصرف ليش؟ لحجية المطلقة علما. زين العابدين مولانا قلت له مولاي يا ابن رسول الله، النار أضرمت في مضاربنا ولم تبق لنا خيمة واحدة، فإلى أين نمضي؟ شنو معناتها شباب؟ معناتها تقول له يا ابن رسول الله احنا مأذون لنا أن نخرج وننجو بأنفسنا من النار، أم نبقى في داخل الخيمة نحترق؟ يعني أنتوا أهل البصرة ترى عندكم ذاكرة، ذاك اليوم صار عندكم انفجار هنا، عندكم وحدة معلمة ما أدري إيش، مولانا أضرمت النار بها ورجعت سيارتها، ليش؟ حفاظا على سترها. هذني بنات الجلالة، هذني بنات السماء، بنات رسول الله، بنات الزهراء مولانا. بمعنى تسأل تقول له مولاي يا حجة الله احنا شنو تكليفنا؟ نبقى بالخيمة نحترق ونحافظ على سترنا ام ماذا نصنع؟ ليش؟ تقول له عندي نساء وأطفال وأنا كفلني بهم أبوهم سيدهم مولاي الحسين، أنت اليوم الحجة والأمر إليك. فأصدر الإمام أمره، قال عم زينب فروا على وجوهكم. قول يا بس ما ينداش داش والله اخويا حد الجاي انا ما عين داي
ايوان خوش عندكم ون ما شاء الله عليكم، هاي اهات بقلوبكم، حسرات على زينب. عادي هنا زينب تحركت الى جهة المولى ابي عبد الله، واجت للحسين، وصلت الى المولى ابي عبد الله. الاعداء ما شايفين خيال زينب، وهسه طلعت زينب امام الاعداء، ابرزت مولانا. الاعداء كلها تصيح خفارة زينب وجلالتها ملحوظة، شافوا هيبة علوية هنا، كلهم قاموا زينب، هاي هاي زينب، هاي بنت علي. اجت للحسين، وقعت على الحسين بأبي وأمي، تقول له يا حسين جئتك فاجد الرأي، خويا ومن الرعب تتراجف. قولها ويا زينب، تعرف معناتها انت، انت ابن الغيرة ابن الحسة، خويا ومن الرعب تتراجف عضاي، انا جيت وعلي عداي، والله خويا جيت وعلي يا عداي التماي، يصيحون هاي ام الخدور. مثل هاليوم هذا ركبوا النساء على النياق، نكون اقرأ المشهد هذا. يقول ساقوا النياق على مصارع القتلى، قالهم عمر بن سعد مروا النساء على قتلاهن. يقول لما مروا بالنساء صار حنين وأنين، هاي تقول ولادي وهاي تقول أبوي وهاي تقول. صعت يا جماعة ما 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 بالله عليك تاتشي على وليد علي حلو المحاكي. ترى اكو امهاتي سمعني فاقده الليله، الليله ننسى كل الامنا، ويا ليلى على الحسين على كربله، والله يا جمال بالله عليك تاتشي على وليدي علي حلو المحاكي، خليني اريد اشبع بوك. اكو والده ثانيه، امهات مو والده، صحت يا جمال بالله عليك وني، انا كل مردحاكي جاسم ابني، اقل ارباك يا مدلة لا تعبني، يما انا الوالدة انا الوالدة عين تذبني. بعد اكو والدة بين النساء عندها ولاد، هاي الوالدة تقطع القلب، انياط القلب تتقطع لها. صعت يا جمال ابن يرد وادعى الساعة واشم منه وارضعه، يا ويلي وانسهم من نهر بقى. بعد عدنا لا اكو حق للاخوات. زينب وين تردين؟ صحت يا جمال مر بين على اخونا حسين اللي تكفنا من ابونا، خويا نقل اعداك من بعد آية 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 يا اكسبان. بعد وين تريد زينب؟ وين مؤمنين؟ ابيات الدعاء، صعد يا جمال يا حاد الضعن عباس مربي، اللي عنده حاجه يقرا وياي هذا البيت، بيت الدعاء هذا، يا حاد الضعن عباس مربي، انا مالي قلب امشي، ويا يا اخوي الشفيع يا تبي. ولا محمد عندك مشاركه؟ أنعم جوابا يا حسين، أما ترى شمر الخنا بالصوت ألا ما أضلعي. إلهي بحق الحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين من ذريته وبنيه، فرج عنا فرجا قريبا عاجلا، ك
كلمح بالبصر هو أقرب من ذلك يا كريم. اللهم اقضي حوائج المحتاجين، جماعة الحاضرين، من أوصاني بدعاء شيعة أمير المؤمنين، اللهم اقضي حوائجهم، شافي مرضاهم، يسر عسرهم يا كريم يا أرحم الراحمين. عجل فرج وظهور مولانا صاحب العصر والزمان، اجعلنا من عبيدي عبيدي وخدامي خدامي والمنتظرين لفرجه والمستشهدين بين يديه. اللهم تقبل من المؤسسين والحاضرين بأحسن القبول. اللهم احفظ وأيد وسدد علماءنا الأبرار ومراجع الدين الأخيار وخدمة المولى أبي عبد الله الحسين لا سيما الحاضرين، إلى شرف النبي وآله، أرواح العلماء والشهداء وخدام الحسين، موتاكم من مات على الإيمان، رحم الله من أهدى ثواب الفاتحة مع الصلوات.